كوكب اليابان حيث يعيش إيتاشي أخو ساسوكي، وحيث الشباب الطيبة فيلق الاستطلاع، وحيث يوجد الكنز حق ون بيس. هذه الثلاثة معلومات اللي أنا كنت أعرفها عن كوكب اليابان أو دولة اليابان. لكن يا جماعة اليابان شيء عظيم، إيش تبغى من صناعات، من سيارات، من سياحة؟ وصدقوني أكثر من كذا. فيديو اليوم راح تنصدموا، بس خلينا أول حاجة نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي يا حبيبي. اليوم عندنا 7 حقائق أو معلومات عن كوكب اليابان الغريب جدا. جهزوا لكم مفرحات وعصيرات، او في قول اخر رامن حق اليابانيين ده الاندومي، وخلونا نبدا. المعلومة الأولى عن اليابان معلومة جدا غريبة، يقول لك في اليابان مسموح انك تتبنى البالغين، الناس الكبار معايا انتو؟ في اغلب دول العالم لو تبغى تتبنى شخص تتبنى طفل او طفلة صغار يكونوا ايتام مثلا وتربيهم عندك وتكبر، هذا في اغلب دول العالم، لكن في اليابان مسموح انك تتبنى الكبار عادي كذا. واحد شاب زي الورد، يوم من الايام طفشت من عيلتي ابغى عيلة ثانية تتبناني. الموضوع بسيط في اليابان، بسيط جدا. شوف لك كذا واحد غني يزبط لك امورك معه كذا عادي. يجي واحد غني كذا عايش في قصرهم ومتبني له ما ادري كم ولد كذا كلهم اكبر منه حتى. وعلى طار الأغنياء فالمعلومة الثانية جدا غريبة، مش عن الأغنياء لا، بل عن الناس الفقراء أو الناس البسيطة. زي ما انتوا عارفين الناس اللي عندهم خريليار دولار في البنك عندهم قصور، تلاقي اللي أقل منهم عندهم فلل، الناس الأبسط شوية عندهم شقق، اللي أبسط غرفة أو ممكن حتى خيمة عايش فيها ومبسوط. لكن في اليابان في نوع معيشة غريب جدا أو نوع سكن غريب مرة مرة، وبصراحة مثير للاهتمام، أحس إني نفسي أجرب يوم من الأيام. في اليابان تقدر إنك أنت تعيش أو تستأجر حتى إذا تبغى تجرب كبسولة، ها؟ كبسولة شيء كذا متر في متر، الكبسولة دي عبارة عن سرير فقط. الكبسولات هذه ممكن أنت تعيش فيها عادي أو تسكن فيها فترة، ما في مشكلة، يعني تسوي كل شيء بالسرير هذا، وإذا كان عندك شوية فلوس أكثر ممكن تأخذ لك سرير أو كبسولة فيها تلفزيون صغير كذا. مثير للاهتمام والله. والله فكرة مشروع، سوي غرفة فيها كم، الغرفة هذه 4×4 يعني 16 متر، كل كبسولة متر في متر، يعني عندك 16 كبسولة في الغرفة دي. أنا شايف إني أوقف يوتيوب ونسوي كبسولات. نقلب المقر كله كبسولات. ونأجر الليلة على 10 ريال كل يوم 160 ريال، نهاية الشهر نطلع لنا كده بفلوس طيبة. بس عندي شرط، اللي بيسكن عندي في الكبسولة ينظف وراه، ما عندنا هاوس كيبينج، انت كل واحد ينظف لحاله. وعلى طاري موضوع النوم نروح للمعلومة الثالثة، وهذه المعلومة مرة رهيبة يا جماعة، اقسم بالله مرة رهيبة. المعلومة الثالثة تقول لك انه في اليابان مسموح للموظف انه ينام عادي، جيت الدوام نعسان حط راسك على الطاولة ونام، ولا يحتاج تدوق صاحبك اللي جنبك. اسمع لو جاء المدير بالله صحيني، لا 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 لا، المدير يجي يغطيك بالبطانية وانت نايم. في اليابان عادي جدا مسموح النوم. اكيد كثير منكم مستغربين ليش، يقول لك شوفوا الفلسفة. يقول لك عشان الموظف اذا حس بالنعاس ما يقدر يشتغل مظبوط، ما يقدر يركز، فمسموح له ياخذ غفوة في الدوام عادي على اساس انه يصحى ويعطينا عطاء اكثر. ها هذا الشيء لو موجود عندنا كان طول اليوم في الدوام. الظاهر اني عرفت السبب ليش حقون هجوم العمالقه كل شويه ياجلوا الانمي، الموظفين ما في الا نوم في المكتب حقون اتاك اون تايتن. ها صحصحوا نزلوا الموسم بسرعه، زي ما عندهم اشياء رهيبه في بيئه العمل. نروح للمعلومه الرابعه وهي حاجه جدا سلبيه في بيئه العمل، ورب اليابانيين اذكي ركزوا معي. في اليابان في الشركات عندهم غرفه اسمها غرفه الولا حاجه كذا، غرفه ما فيها ولا شيء. تفتكروا لما كنا صغار لما كانوا اهلنا يعاقبونا؟ اكشلي مو لما كنا صغار، بس الجيل اللي زي وقبلي، الجيل الجديد ها لما اهلهم يعاقبوه ولد جيب الايباد. زمان لا ما في ايباد، زمان امي والله افتكر اقصى انواع العقابات لما كانت تدخلني المجلس وتقفل علي الباب، تحبسني جوه المجلس لحالي وتسيبني لحالي كذا الين ابدا اتخيل جن حواليا وابدا ابكي فوق الباب، وتسيبني كذا الين اعقل. نفس الشيء في الدوامات في اليابان، اذا كان في موظف زودها زياده عن اللزوم، موظف بايخ ما يشتغل، يقول لك في اليابان عندهم بند في وزاره العمل حقتهم، اذا الشركه تبغى تفصل الموظف لازم تدفع له مبلغ شرط جزائي، والمبلغ هذا في العاده يكون اعلى من الراتب، فكانهم يكافئوه لما يفصلوه. فيقول لك الشركات ما تفصل الموظفين، تخليهم يداوموا من صباح ربنا لحالهم في غرفه ولا حاجه لين يعفنوا لين يقرفوا وما يسووا ولا حاجه كذا، غرفة فاضية ما في ولا شيء. ليش يسوي الشيء هذا؟ عشان الموظف يضطر هو بنفسه يجي يستقيل، ما يفصلوهم عشان لا يدفعوا له الشرط الجزائي، لا هو يستقيل ويمشي بقى براحته. والله حاجة رهيبة الصراحة، لو كانت عندنا غرفة الولا حاجة هذه الغرفة فاضية عندنا كان برضو نمنا فيها، نحن شعب ما عندنا مشكلة في كل أنواع لها، نستغل الفرص أي مكان ننام عادي.
بس طبعا اليابانيين غير، اليابانيين ناس شغيلة، معروف عنهم الشيء هذا. اليابانيين مرة يحبوا يشتغلوا، ناس منضبطة، شغل يعني شغل ما في مزح. فبالتالي المعلومة الرابعة اللي عندهم، او عفوا المعلومة الخامسة، انا بديت الخبط. المعلومة الخامسة انه عندهم في اليابان ما يقبلوا البخشيش. يجيك الويتر في المطعم النادل يعبي لك ابو الطاولة رايح جاي معرق من كثر ما خدمكم خدمة ممتازة. انتبه، تشوف الويتر مضبطكم تروح قال لك تبى تسوي ايه، تضبط وتبخششه لما وانت طالع من المطعم، لانه راح يرد الفلوس في وجهك يقول لك ايش قصدك انت، يعتبروها اهانة هناك. الموظف عنده عزة نفس يقول لك انا عندي راتبي شكرا، انت جاي تتصدق علي انت ولا ايه؟ طيب خلاص انا اسف خلاص. لا تسوي كده مرة تانية، هذا الويتر طبعا. هم ناس شغيلة مرة، لدرجة انه لو هم ما اشتغلوا الناس العاطلة اللي ما هم لاقين شغل في اليابان يروحوا على طول ايش؟ طبعا ما اقدر اقول الكلمة ذيك اللي لو قلتها اليوتيوب بعدين يعطيني ياخذ الارباح من المقطع، يمكن يعطيني اشتراك يقفل قناتي، يوتيوب حساس اليومين الاخيرة. المهم انه اليابان يقول لك من اكثر الدول في العالم اللي عندها معدلات عالية جدا مرة كثير. في عام 2000 يقول لك عدد الناس اللي 30,000 شخص في سنة واحدة بس، هذول بس اللي قدروا يحصوهم، هذا غير اللي رماله نفسه في المحيط وما لقوه ولا عاد دارين عنه، شباب وبنات طفشان من حياته، بايع دينه وبايع دنيته، ووب سلام على سلامولي على قول مجرم جيمس. المعلومة السادسة راح تعجبكم مرة، وممكن تكون فاتحة خير لكم أعزائي المتابعين، بيزنس والله بيزنس. يقول لك في اليابان أسعار الفواكه تعتبر مبالغ فيها. التفاحة البسيطة هذه اللي نحن ناكلها كذا نبلعها بلع، في اليابان يقول لك يوصل سعرها ل 2 دولار، يعني تقريبا 8 ريال الحبة الواحدة، مو الكيلو. الحبة الواحدة 8 ريال، هذه ربع حبة شواية مع الرز. الحبحب، تعرفوا الحبحب البطيخ؟ كل منطقة يسموه اسم، انا نحن نسميه الحبحب. كل واحد فيكم يوقف المقطع ويكتب لي هذا الشيء انتم ايش تسموه في منطقتكم، نحن نسميه حبحب. خلينا نشوف الاسماء الغريبة اللي راح تطلع فيها. الحبحب يقول لك في اليابان يوصل سعره الى 200 دولار. 200 دولار، يعني حرفيا الناس اللي يبيعوا حبحب في اليابان كاش ماني حتى الموت. شوف الفلوس فين علقت. ايش هذا اللي يبيعوا حبحب؟ الظاهر هم اغنى ناس في اليابان. انا تقول لي اكل ب 200 دولار استصعب، ما اكله اصلا، شو اللي اكل ب 200 دولار؟ فكيف لو كان حبحب؟ لو توديني مطعم ما نصرت هذا اللي يسوي كذا بالملح ما اكل ما ادفع، فكيف حبه حبحب ب 200 دولار؟ فهنا الفكره اعزائي المتابعين، هنا استغلال الفرص. انا شايف بالصلاة على النبي مسافر اليابان كل واحد يحمل معاه شنطتين فيها حبحب، 5 حبحبات هنا في الشنطة دي وخمسة هنا، 10 حبات كل واحدة ب 200 دولار بالصلاة على النبي، هنا عندك 1000، هنا 2000 دولار الواحد فينا يقدر يطلع فيه. ما تعبي ملابس، ما تعبي شيء، عبي حبحب وانت طالع اليابان وبيع، وبمكسبك احلى شوبينج في شوارع طوكيو يا حبيبي. والله فكرة مجنونة من جد، من جد حاجة غريبة يعني، نفسي اعرف ليش. بس مو اغرب من المعلومة السابعة اللي عندنا اليوم، صدمة، اسمعوني وركزوا مع البنات راح يزعلوا من المعلومة دي. يقول لك في اليابان النساء ياخذوا الخطوة الأولى مش الرجل. يعني بالعربي كده ايه بالبلدي، البنات هم اللي يشبكوا العيال في اليابان، مش العيال يشبكوا البنات، البنات هم اللي يعبروا عن عواطفهم. ما تشوفوا هيناتا في ناروتو تلاحق ناروتو طول السنين، وميكاسا نفس الشيء مع إيرين. يا سلام على الحياة بسيطة، البنت هي اللي تقول الكلمة الحلوة، هي اللي تبادر حتى في عيد الحب. الرجال ما يجيب ورد للحرمة في عيد الحب في اليابان، لا يمكن. اليابانيات تجيبوا لليابانيين، يعني النساء للرجال يجيبوا ورود في عيد الحب، هم اللي يبادروا بعواطفهم، مو زي هنا تشوف واحدة حلوة في المول ماشية تقول لها السلام عليكم، انا ممكن رقم مامتك عشان نخطبك وكذا، تدي كف وجهك يا عنب. طب انا جاي ابغى اتقدم ابغى اتزوج. في اليابان لا، البنت هي اللي تجي للولد. انا شايف دور على اليابان شباب نقول سلام عليكم. والله فعلا معلومة غريبة وماني متأكد 100% منها، بس قريتها وقلت أقولها لكم. بس بصراحة بشكل عام مع المعلومات الرهيبة هذه ومع موضوع الحبحب هذا البزنس، أنا قاعد أفكر أروح على اليابان ونصور فلوق كمان في اليابان، ونسكن في واحدة من الكبسول. بالله إيش رأيكم نسكن في كبسولة في اليابان ونصور كذا وأحلى شوبينج في طوكيو بلبس ناروتو، نلبس لبس ناروتو بنص طوكيو. إذا عجبتكم فكرة زي كذا تبغونا نعملها اكتبوا في التعليقات، وخلونا نوصل المقطع هذا 200,000 لايك، خلونا نشوف الناس اللي من جد يحبوا اليابان. إذا وصل المقطع هذا 200,000 لايك راح اعرف انه المقطع هذا عجبكم، وراح اعرف انه انتم كمان حابين شيء زي كذا انه احنا نروح اليابان ونصور بلوج. انا بصراحه نفسي، وممكن لو لقيت معززين ممكن نروح، ليش لا نجرب، بس يبغى لها تخطيط ويبغى لها دراسه الموضوع. لسه مو اكيد انت وصل المقطع 200,000 لايك، خلونا نشوف. شاء الله تكونوا استمتعتوا في المقطع اللي فيه معلومات جدا غريبه. بوف حسابي في التيك توك، بوف حسابي في انستغرام، بوف حسابي في سناب شات، بوف حسابي كمان في التيك توك. هلا بالحسابات.
تابعوني هناك يا جماعة الخير اللي بيشوف محتوى غير محتوى اليوتيوب، يومياتي وسنابات مع بسبوس واحلى فلة. تعالوا كلكم هناك، تعالوا واكتبوا لي في التعليقات اذا عندكم افكار لحلقات توب 7 الجاية. وبس كان معاكم عمر من قناة ماكس اتش دي، ان شاء الله استمتعتوا في مقطع اليوم، نشوفكم على خير. سلام سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيب. يقول لك الحبحبة ب 200 دولار، احلى بزنس على اليابان دحين رايح انا اشتري حبحب واليابان طالع.